في ليلة من ليالي الطرب العربي الأصيل، ولأول مرة يحتفل مهرجان الموسيقى العربية بالفن الغنائي لسلطنة عمان بتخصيص ليلة عمانية ضمن فعالية المهرجان. المزيد يطلعنا عليه مراسل التلفزيون المصري محمد الخطيب. نعم مشاهدينا الكرام، بعد التحية لازلنا نتابع معكم كل الحفلات والفعاليات المقامة على هامش مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية في نسخته 32. اليوم دار الأوبرا المصرية قررت أن تكون هناك ليلة عمانية خاصة بسلطنة عمان على دار الأوبرا المصرية، وذلك اعتزازا بالعلاقات المصرية العمانية. الفرق العمانية المشاركة أشادوا بالتنظيم الكبير الذي تقوم به دار الأوبرا المصرية، وأكدوا أن مصر كما كان دائما بلد الحضارة هي أيضا بلد الفن والثقافة والطرب الأصيل. على هامش أيضا المهرجان، يعني تقوم دار الأوبرا المصرية اليوم بعمل بروفا كبيرة واستعدادات كبيرة استعدادا للحفل الذي سوف يقام غدا، وهو لأمير الغناء العربي الفنان الكبير هاني شاكر، والذي سوف يكون يعني على موعد مع الجماهير وعشاق الموسيقى العربية الأصيلة غدا بإذن الله. إذا نحن أمام يعني استعدادات كبيرة من دار الأوبرا المصرية لهذا الحفل الكبير، وأيضا نؤكد أن دار الأوبرا المصرية دائما تقدم حفلات وفعاليات دائما متميزة، ونجحت من خلال هذا المهرجان من يعني من احتضان العديد من الفنانين من مختلف أنحاء الوطن العربي. نتحدث عن أكثر من 113 فنان جاءوا ليكونوا على أرض الحضارة، أرض الفن والطرب الأصيل مصر. هذا هو المشهد لدينا مشاهدينا الكرام، وأعود إليكم مرة أخرى.